جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أصيب شخص بمرض نفسي واستمر معه ذلك المرض فترة طويلة، وكان أثناء فترة مرضه ونتيجة للمرض لا يهتم بنفسه ولا يعمل ولا يخرج من البيت، وسئل لماذا لا يؤدي الصلاة فيقول أنا لا أستطيع، أنا حالتي ما هو كذا وكذا، هل يكون هو الحال ما ذكر كحال أولئك المعافين؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا فيه تفصيل. إذا كان ليس معه عقل، قد اختل عقله وتفكيره وصار لا يميز بين الأمور، هذا ساقط عنه التكليف. قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. وهذا مثله مثل المجنون بجامع فقدان العقل الذي هو مناط التكليف. أما إذا كان معه عقله وتفكيره ويترك الصلاة متعمدا فإن هذا لا عذر له، ويحكم عليه بالكفر لأنه ترك الصلاة متعمدا وهو عاقل ومعه تفكيره. والمريض الذي يستطيع أن يصلي ويعقل الصلاة تجب عليه بحسب حاله، لا تسقط الصلاة عن المريض، فيصلي على حسب حاله. قوله صلى الله عليه وسلم للمريض: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، في رواية: فإن لم تستطع فمستلقيا. فدل على أن المرض ليس بعذر في سقوط الصلاة إلا إذا وصل إلى فقدان العقل. إذا وصل إلى فقدان العقل فإنه تسقط عنه الصلاة وسائر التكاليف حتى يعود إليه عقله ويعافى. نعم.